نعم. يا فضيلة الشيخ، يدعى الإنسان إلى المجالس، وغالب مجالس الناس يكون فيها غيبة، فهل يجب على الإنسان أن يحضر؟ وإذا كان لا يستطيع أن ينكر، هل يجب عليه أن يحضر لهذا؟ يعني يدعى إلى وليمة؟ لا، إلى مجالس عادية. نعم. أولا بارك الله فيك، ينبغي للإنسان أن يكون مباركا بقدر استطاعته، فليحضر المجالس، وإذا رأى منكرا نصح، فإن اهتدى أهل المجلس وهذا هو الغالب، وإلا قام وتركه، لأن كون الإنسان ييأس ويقول لو ذهبت ما نفعت، هذا فيه نظر، فللذي أرى أن يذهب ثم إذا رأى المنكر أنكره، وإذا لم ينتهي الحاضرون قام وتركه، هذا هو الصواب. نعم.